شباب الكرام، السلام عليكم. معكم الشافع عباس البخاري. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وفي صحه جيده وكل ما كتمناو في حياتكم ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله تتبعوا هذه الحلقات وما تنساوش تدعموا هذه القناه بالفضل ديالكم ان شاء الله. وكنتمنى لكم صحه جيده. يلا ندوزو الوصفه ديال الحلقه ديال اليوم. يلا، وهذه هي الوصفه ديال الحلقه ديال اليوم ان شاء الله. كما كتلاحظوا معايا هنايا لاباز ديال العصير. دائما انا عندي في العصير اي عصير لاباز ديالو راه في صندوق الوصف. دخلوا وشوفوا الطريقه كيفاش كنعدلوا لاباز ديال العصير، وكنخليوه عندنا في الثلاجه فوقاش ما احتاجيناه. نحتاجو شي عصير ولا نعملو به بنفس الطريقه كما غادي نشوفو ان شاء الله. وكما كتلاحظوا عندي هنايا لاباز ديال العصير مكون بالعصير ديال التين والعصير ديال ولاباز ديال الليمون سيترون حامض. يعني هنايا راني مخلط، هنايا ميكس، هنايا مخلط جوج. دابا غادي نعملو كما كتلاحظوا اناناس. ان شاء الله غادي نقطعو وغادي نعملو الطريقه ديالنا ان شاء الله. شوفوا كيفاش غادي نعملو له ان شاء الله بلا باز ديال العصير. هنا نوريكم الطريقه حتى قطعت، بغيت عاد نوريكم كاين اللي ما عمرو قطعو، كاين اللي ما عمر شاف كسميتو. الاناناس الاغلبيه كيجي في المعلبات، والاناناس اللي ما عارفش يقطع الاناناس يعني حيت ليه الطربوج ديالو. غادي نقسموه على جوج باش يصلح لنا نقشروه. كتشوفوا شي منشار كما بغا يكون نوع ديال المنشار. وهنا غادي نمشيو بهذه الطريقه، نحيدوا له هذا القشر بحال هكا. وانتم كما كتلاحظوا بعد ما قشرناه بهذه الطريقه، كنتمنى ان شاء الله تبان لكم مزيان. وديك الساعه كنقطعوه، نقطعوه بالطريقه اللي بغينا، دوائر ولا اي حاجه حبيتوها. وديك الساعه غير باش يصلح لكم التقطاع، والتقطاع ديالو ساهل ماشي صعيب ولا شي حاجه. انتم تقطعوه ترونش، يعني التزيين الحلويات ديال لي طارت عيد ميلاد او ترونش او اي حاجه يمكن لك تقطعو بهذه الطريقه. يمكن لك تقطعو رقيق وتذوقو باي طريقه بغيتيها. دابا ان شاء الله غادي نقطع هذا الشيء، هذا غادي نقرضو ونولي معكم. وانتم بعد ما قصصنا الاناناس ديالنا، وديما الاناناس كتشوفوا اللي كيكون طايب، يعني هذا طايب، هانتوما دغياكي يعني طايب مزيان. ودابا غادي ان شاء الله غادي نطحنوا هذا الشيء، هذا نطحنوا الاناناس ديالنا كما كتلاحظوا. كنتمنى ان شاء الله جربوه وغادي يعجبكم بزاف. انا هذا غادي نزيد له شويه ديال السكر، انا كنبغي شويه ديال الحلاوه. وانتم يمكن لكم حتى تقيسوه عاد تزيدوا له السكر. نزيد له ملعقه كبيره. وغادي نعملوا شويه لاباز ديال الأورانج مع السيترون، يعني مخلط. دائما نصف كأس العنبة، يعني شي جوج ولا ثلاثة د المعالق كبار من هاد الحجم هذا ديال لاباز ديال العصير.
وغادي نطحنوا هذا المكون هذا. بسم الله على بركة الله. وحتى لو عندكم مولينكس من الأحسن. نطحن هاد الشيء هذا ونولي معكم على حسب الصداع. يعني كنوقف فيديو على حسب الصداع انتم ملي كيكون اللي ما كيكونش مطحون كيلصق في هاد العيون ديال هاد الدراب الكهربائي كما كتلاحظوا. غادي نحيدوه وغادي نعاودو لهم نطحن. معروف اناناس فيه الخيوط بزاف خيوط. العصير ديالنا تقريبا وجد. غادي نعملو له الماء دابا. الماء يكون بارد. هانتوما راه بارد. غادي نعمرو على حسب الكاس كبير ديال الماء. تبقى فاش كطحنوه ذوقوا، الا لقيتو ناقص السكر ولا ما عجبكمش على حسب السكر تزيدوه، زيدوا له السكر ما بغيتو على حسب نفس الحلاوه ديال لاباز ديال العصير. كيبقى اختيار ديالكم. العصير ديالنا وجد، عصير هائل. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. انتما تخليو له على حسب التزيين. المشروب ديالنا وجد كما كتلاحظوا، وكنتمنى تجربوه وبالصحة والراحة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.